دائما وابدا بنرحب فيكم مشاهدينا، وبعد هالفاصل الموسيقي اللي اشعرني بالراحه النفسيه لحتى نبلش حلقتنا بموضوع كتير مهم، موضوع كتير طاغي على حياتنا بالفتره الاخيره، موضوع السوشيال ميديا. طبعا هو موضوع متشعب وكتير واسع صبا، بس نحن بدنا نشوف وين وصلنا بهذا الموضوع بالسوشيال ميديا، قديش ممكن يقولوا انه حتحل محل العلاقات الاجتماعيه. كتير اقاويل بتنقال عن السوشيال ميديا، وحتى صارت تستخدم كموضوع للتسويق. إبراهيم، السوشيال ميديا بدأت كعالم افتراضي يمكن للأشخاص اللي هن بحاجة لصداقات، لعلاقات اجتماعية أكثر. اليوم السوشيال ميديا صارت عالم بحد ذاته ما عم نقدر نكون خارجه، حتى صار في ضمنه كتير من الأشياء، من ضمنها التسويق سواء للأفكار أو حتى للمنتجات، وكتير قصص تانية هنحكي عنهم مع ضيفتنا فرح سرحان يلي صارت معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيكي فرح. أهلا وسهلا فيكي. أنت خريجة إدارة أعمال وتسويق، وحوالي من 6 سنين لهلأ عم تشتغلي بمجال السوشيال ميديا، حتى هلأ بدأتي بتخصص بالعلوم السياسية. فنحن يمكن هلا هالخلطه كلها حنحكي من خلالها عن السوشيال ميديا اليوم، كيف بتشوفيها بدايه؟ هي بدات عالم افتراضي، هي كيف اليوم فرح؟ هلا السوشيال ميديا اليوم هي تقريبا انه هي حياه كامله، ما عاد انه بس انه بيئه افتراضيه او انه بس انه على الانترنت. هلا بتلاقي الناس انه كل مشاعرها كل احاسيسها على السوشيال ميديا، يعني واحد متضايق على السوشيال ميديا انه يعني حتى تقريبا كمان كسيرة ذاتية، العالم ما عاد اهتمت انه كسيرة ذاتية انه بس بالحياة الطبيعية، حتى كعالم افتراضي بتفوتي على صفحتها بتلاقي انه سيرتها الذاتية هي على السوشيال ميديا. هلا كمان مثل ما قلتي بالمقدمة، السوشيال ميديا هلا انه هي تسويق لمنتجات، تسويق لأفكار، بتحكي عن كثير قصص، يعني اي حدا بده شيء فهو عن طريق السوشيال ميديا. طيب كمان أنا ذكرت بمقدمتي أنه السوشيال ميديا عم تكون مهدمة للعلاقات الاجتماعية. غالبا منكون قاعدين مثلا أنه جاي نسهر عندكم اليوم، مين جاي؟ مثلا 2 آيفون وواحد سامسونج، جاي تليفونات جاي. فلأي مدى أنت برأيك هذا الموضوع موجود؟ هذا الموضوع صحيح 100%، وأنا صح بشتغل بالسوشيال ميديا، بس بنظري أنه هي عن جد هدمت المجتمع، وهدمت ما حنقول هدمت المجتمع بس نقول هدمت العلاقات الأسرية وحتى الصداقة. يعني حتى مثلا إذا كرفقات طالعين إنه يجتمعوا أو ما بتلاقي ما حدا عم يحكي مع حدا، كله ماسك الموبايلات وعم يحكي. يمكن الهواتف الذكية ساعدت أكثر بأنه تنتشر السوشيال ميديا. تمام، هي الهواتف الذكية هي ساعدت بانتشار السوشيال ميديا، فإنه عم نحكي نرجع لقصة إنه العلاقات الاجتماعية أنا بنظري إنه كتير هدمتها. يعني مثل ما قال إبراهيم إنه إنه جمعات أسرية، جمعات أصدقاء، يعني ما عاد في حدا يحكي مع بعض، بتعملوا اثنين على جروبات وقاعدين عم يتناقشوا انه يعني اذا يعني ما اجتمعوا بيكون احسن. يعني بتحسي انه صارت تقرب لبعيد السوشيال ميديا وتبعد القريب؟ تقريبا فينا نقول هيك، يعني هلا انه مثلا انه حدا بعيد انت قادر تتواصل معه، قادر تحكي معه، ايه، بس انه حدا قريب قاعد جنبك انك انت مالك قادر تطلع بعيونه وتحكي معه، او مالك قادر ترفع التليفون تتصل فيه، هي كمان انه هي مشكله. يعني حتى مثلا هلا الاعياد او المناسبات انه قليل، يعني نادرا حتى اشوف حدا عم يتصل مع الثاني او يحكي معه، كلها على السوشيال ميديا. بفرحه انت مختصه بالتسويق وعم تشتغلي بالسوشيال ميديا، برايك قد ايه التسويق عبر السوشيال ميديا اليوم ممكن يكون يعني في مجال للتلاعب او الغش بعيدا عن المصداقية، لما نحن بنكون عم ناخذ المنتج مباشرة عم نشوفه ونختاره وناخده؟ هلا في مصداقية، بس بنفس الوقت يعني ما حنلغي المصداقية تماما، انه يعني في ناس بتلاقيها عم تشتغل بانه بصدق انه هذا المنتج عم تعرف عنه شو مواصفاته وهي تمام، بس في ناس لا، يعني في ناس كثير بتلاقيها انه حاطه شيء على السوشيال ميديا بتجي بدك تشتري بتلاقي انه مواصفاته مختلفة تماما عن الشيء اللي هو مكتوب. وشو المعايير اللي نحن من خلالها بنحكم على انه المنتج فعلا في مصداقية بالترويج له او لا؟ هلا بصراحة كله على التجربة، يعني بدك تكوني مجربة اول مرة لحتى. هلا في ناس انه في لها تاريخ، يعني ان كان مثلا ملبوسات او انه اي شيء ثاني، فهي بيكون في لها تاريخ. في ناس بس بتروج على السوشيال ميديا بس هي بالحقيقه بالعالم انه بالحقيقه في هي لها اسم، فهدول الناس ما راح يجوا انه مثلا انه يخربوا اسمهم بالسوشيال ميديا. تمام، فانه نوع التجربة على اول مره. طيب زي الاشخاص اللي هن عندهم اساسا بزنس على ارض الواقع واستخدموا السوشيال ميديا للترويج. غالبا التسويق عبر الانترنت بيكون ناجع، ولكن منشوف بعض الصفحات يلي هي بتكون عم تعرض بعض السلع، هي السلع كيف ممكن الشخص انه يتاكد مثلا من جودتها، انه هي فعلا مثل ما هي موصفه مثلا على الفيسبوك؟ قديش منشوف صفحات، كيف ممكن نتاكد من مصداقيه هي الصفحات برايك فرح من خلال خبرتك بصفحات الفيسبوك او مصداقيه الصفحات؟ هلا مثلا انت مجرد ما تفوت على اي بوست تشوف تعليقات الناس، يعني انت حتعرف تعليقات الناس اذا حدا مجرب انه اذا هذا الشيء مزبوط ولا ما له مزبوط.
مثل ما قلت لك انه انت بتجرب اول مره فانت رح تعرف. لا مره اخذت نصيحه انه ممكن الغرض اذا بدك تشوفيه مثلا ممكن يكون مصور بطريقه كتير فنيه فيعطي كتير جماليه، فاذا طلب صوره فورا عاديه يعني خليني اشوف الغرض فعلا مثل ما هو. هلا نحن عم نحكي على شيء معروض، اذا بدك تتواصل معه وتحكي طبعا انه في صور لك فيديو، مو بس انه صوره، انه صور لي فيديو شوف حدا انا مثلا مجربه لهذا الغرض او ايه، فبهي الطريقه تمام. واغلب الاسعار يعني انه بعض الناس بتكون مداخلاتهم فكاهيه مثلا او بطريقه المسخره بالعاميه يعني بيكونوا هن بيعرفوا هذا المنتج وبيكونوا بيعرفوا اسعاره الحقيقيه على ارض الواقع، فلذلك بتلاقي تعليقاتهم ساخره وكثير بتصير شغلات على السوشيال ميديا ممكن انه الضحك او شيء مثير للدهشه والغرابه. شو اكثر شيء واجهك فرح بخلال عملك بالسوشيال ميديا بهي مواقف مثل هيك مثلا اذا بتتذكري تعطينا امثله؟ شكله كثير في عنده قصص مهضومه طلعت لبالها فرح. هلا من ناحيه الترويج وهيك قصص عن جد كثير بصير كثير قصص، يعني هلا اي حدا بده يحكي اي شيء فهو قادر يحكي على السوشيال ميديا بدون لا رقيب ولا شيء. فانت مثلا بتكون عارض مونتاج عم تقول انه المنتج كثير منيح، هلا في منتجات بيكون عالم جربتها انه منيحه، في عالم ثانيه انه ما بتستفيد عليها، يعني مثلا اقول مثلا البشره. بس انا مره عرضت شيء عن البشره انه كثير منيح، لا كنت عم بشتغل لجهه معينه انه كثير منيح وفعال وتمام، ففي حدا ثاني كان هو عن جد المنتج هيك، بس في حدا كان مجربه انه لا انه ما نو هيك، فانه بلش تعليقات على الفيس ويعني انه نسف المنتج انه هذا ابدا ما نو منيح. هلا بس مثل ما قلت لك بترجع انه كل واحد حسب مجرب، كل واحد مثل ما انه مثل ما بصير معه. ايه طبعا العالم السوشيال ميديا كثير واسع وكثير فيه شغلات. نحن متخصصين هلا مع فرح سرحان عم نحكي عن التسويق وكونها هي دارسه اداره اعمال وتسويق، بدنا منك نصائح لكل حدا حابب يعمل بيج على الفيسبوك، عنده خدمه، عنده سلعه او اي يعني ايا كان وحابب انه يروج لهي الخدمه، شو النصائح والطرق الاصح يلي ممكن يتبعها؟ اهم شيء يكون صادق بالشيء اللي عم يروجه، يعني هو ما له مضطر انه يستعار مثلا سلعه او انه مواصفات ثانيه للسلعه اللي هو عم يعملها. فاهم شيء يكون انه صادق بهذا الشيء اللي عم يعمله، يكون حابه، طريقه الترويج، طريقه العرض، طريقه البوستات اللي هو بحطها، انه يستهدف الجمهور المطلوب. يعني مثلا ما انا بدي جمهوري بالشام روح، لا انا مثلا انه استهدف الجمهور اللي بحلب او حمص، هذا اكيد ما راح يلاقي له انه لاقي فيه نتيجه. فهدول الشغلات اهم شيء. طب والديزاين فرح ممكن يلعب دور؟ يعني في اشياء ممكن تكون جذابة اكثر. تمام، هو الهويه البصريه، صوره وقت تنطرح، الالوان، هذا كله بيأثر. طب هلا نحن وانتي حنسمع راي الناس بالشارع، لما سالناهم عن رايهم بالسوشيال ميديا بشكل عام، هل هن راضين عنا، عن ايجابياتها وعن سلبياتها؟ تنوعت الاجوبه، خلونا نسمعهم سوا. برأيك شو إيجابيات سلبيات استخدام السوشيال ميديا؟ في إلى فوائد وفي إلى يعني ضرر. ما بحس له ضرر لأنه صار شيء أساسي بحياتنا. في عندك معلومات بتطورها أنت حسب المستخدم بيحوله من شيء منيح لشيء سيء. أنا ما فينا نستغني فيه، يعني أنا اليوم كان على مستوى كأني طالب جامعة، أنا بدون الإنترنت ما فيني أعيش، لا فيني أني أتواصل مع أي زملاء معي أو أتواصل أو أخبار الجامعة، يعني صار شيء أساسي بحياتنا. أنا بالنسبة لي كله مضار، ما في منه منافع، خصوصاً للشباب. مو شباب، لنفرض يعني عمر مراهقة أصغر أكبر، بروح من وقتك كتير، بتاخذ من وقتك كتير كمان، عم يشغلون، عم يساهم بتربيتهم، عم ياخذوا الشيء المو منيح، الشيء المنيح ما عم يشد انتباههم أصلا. أنه الاستخدام أنت كيف عم تستخدمه، إذا أنت لشغلك ولدراستك ولهيك، وما معتقد فيه أي أضرار. أنه نشوف وراء الجامعة طلعت ما طلعت وهيك. اما السلبيات يعني اغلبه سلبيات استخدام الانترنت. تعتبره مكتبه كبيره، يعني فيك تحصل على معلومات من اي محل بدك اياها، خاصه مواقع اجنبيه، ابحاث علميه، هيك شيء. سوء الاستخدام بقى بيعطيك فرص كثير تضيع وقتك. إذن مثل ما شفنا آراء الناس بالسوشيال ميديا، وأيضا أكثر شيء يعني متاح عنا بسوريا حاليا هو والأكثر استخداما هو الفيسبوك بالدرجة الأولى، وبدي أتأكد من هالمعلومة من ضيفتنا لليوم فرح. حسب الإحصائيات وحسب عملك بالسوشيال ميديا خلال هالست سنين، ليش الفيسبوك يعني أخذ الموقع الأول بالنسبة للترويج للسلع وللخدمات؟
انه الفيسبوك هو اكثر شيء نحن بنستخدمه هون كوسائل تواصل اجتماعي. يعني هلا مثلا يوتيوب اوكي بنستخدمه بس مو مثل برا، او مثلا في بالخليج سناب شات نحن هون ما عندنا، فنحن اكثر شيء الفيس. حتى تويتر انت بتعرف انه في نحن علينا حظر من برا، فما في اي واحد هون يساوي تويتر. انستا كمان نفس الشيء، يمكن كمان لانه ما كثير احيانا بيكون النت شغال مزبوط او شيء، فكثير بيعلق او كثير انه في صعوبه لحتى انه تروج. الاسهل والاقرب هو الفيسبوك، واللي هو اللي من وقت ما بلشت انا حتى قبل هو الفيسبوك، وضل هلا الفيسبوك شغال. نحن كثير حكينا سلبيات فرح عن السوشيال ميديا، بس انت اشتغلتي كثير بهالمجال وقادرة فيه، فخلينا نسالك عن شيء من ايجابياته اللي بتشوفيها لهلا موجوده. للايجابيات مثل ما حكينا اول شيء، صحيح هو ببعد القريب، بس هو كمان نفس الوقت هو بيقرب البعيد. يعني مثلا حدا بمكان بعيد انت قادر تتواصل معه انه يكون كانه جنبك. هلا هي من جهه، من جهه ثانيه في افكار كثير انت ما فيك تطرحها عن انه مثلا ككاتب حابب يروج لشيء او حابب ينشر كتاباته او هي القصص، فهو قادر يظبط هذا الشيء عن طريق الفيسبوك بشيء غير مكلف يعني. اي تمام، من دون اي كلفه، منبر يعني. اي تمام، هو منبر، هو وسيله كمان للترويج. صح في سلعه بتكون انه ما انا بالمواصفات، بس كمان في منتجات ثانيه بتكون منيحه وكمان هي بتتروج عن طريق طبعا الفيسبوك. واضف لهي الايجابيات كمان صبا، ضيف واحده من عندي، انه انا مره ضيعت بطاقتي الجامعيه ايام الجامعه ولقيتها من خلال احدى جروبات الفيسبوك. فهي تمام، في حالات انسانيه كثير عم تنتشر عن طريق فيسبوك. هذا الشيء ما كنا نشوف قبل، ان كان اولاد ان كان مسنين، انه مثل ما حكى ابراهيم انه مثلا هو حكى عن انه هو شخصيه، هاي بيكون في مثلا كبير، حدا كبير ضايع او حدا صغير كمان انه على طريق حالات انسانيه. للحقيقه الحديث معك فرح وعن السوشيال ميديا يطول، وكثير فينا نحكي بقصص وتفاصيل، ان شاء الله حتكون معنا يعني بمحطات بحلقات قادمه. أكيد. بدامسكو نورتينا وكثير انبسطنا بوجودك. شكرا لك، واهلا وسهلا فيك فرح.